إذن أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا نقدم لكم درسا جديدا في مكون الجغرافيا، مستوى جذع مشترك الآداب والعلوم الإنسانية، الوحدة التاسعة. عنوان الدرس هو الإجراءات والتدابير التشريعية والتقنية، والذي يندرج ضمن المحور الثاني جهود الإنسان من أجل إعادة التوازن البيئي وتحقيق التنمية المستدامة، ضمن المجزوءة الثانية البيئة بين التوازن والاختلالات. إذا سبق وأن تم التطرق في المحور الأول لهذه المجزوءة للمنظومة البيئية واختلالاتها، إذا لبعض المشاكل الكبرى التي تواجهها المنظومة البيئية إذا في العالم، سواء عفوا في العالم أو كذلك على مستوى صعيد المجال المغربي، إذا من قبيل التلوث، سواء بواسطة الأنشطة المنزلية أو الأنشطة الاقتصادية فلاحية وصناعية، إلى جانب كذلك مشكل الاحتباس أو الانحباس الحراري، وكذلك ظاهرة التصحر إلى غير ذلك. وهنا لا يمكن وقف هذه المخاطر التي تهدد المجال البيئي إلا عن طريق التعاون داخل المنتظم الدولي، عن طريق إعلان نصوص تشريعية، وكذلك اتخاذ تدابير وإجراءات تقنية. إذا الأهداف التي نتوخاها من هذه الوحدة هي هدفان. إذا الهدف الأول اكتشاف نماذج من الإجراءات التشريعية يعني القانونية لحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، سواء على المستوى العالمي أو كذلك على المستوى المحلي داخل المغرب. ثم الهدف الثاني هو تبيان بعض التدابير التقنية المتخذة للحد من أضرار البيئة، إلا تمهيد إشكالي تعتبر قضية المحافظة على البيئة ضرورة ملحة وتحديا مشترك، سواء على المستوى الدولي أو على المستوى المحلي، حيث اتضح بأن المخاطر الكبرى التي أصبحت تواجهها خاصة بسبب الأنشطة البشرية لا يمكن مواجهتها إلا بواسطة النصوص التشريعية، وكذلك عن طريق اتخاذ تدابير حمائية. ده الإشكالية التي سوف نعالجها ضمن هذه الواحدة هي كالآتي. إذن أهم تدابير تشريعية الدولية والمغربية المتخذة للمحافظة على البيئة، ثم بعض الإجراءات التقنية للحد من الأضرار التي يتعرض لها المجال البيئي. بالنسبة للمقطع التعلمي الأول، بعض نماذج الإجراءات التشريعية لحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة. النشاط الأول بعض التشريعات الدولية المتعلقة بحماية البيئة. إذن التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات والمؤتمرات الدولية تحت إشراف هيئة
الأمم المتحدة، وذلك من أجل حماية البيئة. إذن هنا لدينا نماذج لبعض المؤتمرات الدولية والتي عقدت تحت إشراف هيئة الأمم المتحدة من أجل حماية البيئة وكذلك تحقيق التنمية المستدامة. إذن من بين أهم هذه المؤتمرات مؤتمر ستوكهولم بالسويد ما بين 15 و16 يونيو سنة 1972. إذن هذا المؤتمر عزيزي التلميذ عزيزتي التلميذة شكل نقطة مهمة في تطور القانون البيئي الدولي. إذن من خلال الإعلان عن الحكامة البيئية الشاملة وكذلك إحداث برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وهذا بغية تنسيق وتقييم القضايا البيئية العالمية. ولقد تم بفضل هذا المؤتمر التوصل إلى مجموعة من الاتفاقيات البيئية على مستوى صعيد المجال العالمي، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة التصحر. لدينا كذلك مؤتمر آخر وهو مؤتمر ريو بمدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل من 13 إلى 14 يونيو سنة 1992. إذن هذا المؤتمر عرف مشاركة 106 دولة وكذلك العديد من المنظمات الغير حكومية، وهذا المؤتمر يسمى بقمة الأرض الأولى. هذه القمة إذن اهتمت بالتغيرات المناخية وكذلك التنوع البيولوجي. لماذا؟ لأن أكيد بالنسبة للتغيرات المناخية أصبحت كتحدي بيئي كبير تواجهه جميع مناطق العالم، ليس منطقة واحدة فحسب بل جميع مناطق العالم. وأكيد هذه التغيرات المناخية أصبحت بشكل كبير تهدد التنوع البيولوجي سواء كان نباتيا أو كذلك حيوانيا. لدينا نقطة أخرى ضمن هذا المؤتمر تم فيه الارتكاز على 3 أبعاد لتحقيق التنمية المستدامة، وهي البعد البيئي، البعد الاجتماعي، وكذلك البعد الاقتصادي، لأنه أكيد في السابق كان يتم الهدف هو تحقيق التنمية الاقتصادية وكذلك تنمية اجتماعية فقط، وهذه التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية تأتي على حساب الموارد البيئية، وبالتالي أصبحت تشكل خطرا كبيرا جدا على الوسط البيئي. ولهذا إذن هنا تم كذلك التطرق إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار البعد البيئي في أي عملية تنموية سواء اجتماعية أو كذلك اقتصادية. ننتقل للمؤتمر الثاني وهو مؤتمر كيوتو باليابان من أول في دجنبر سنة 1997 حول المناخ، والذي اهتم بضرورة الحد من الغازات الدفيئة خاصة غاز ثنائي أكسيد الكربون. والغازات الدفيئة يعني هي غازات الانحباس أو الاحتباس الحراري، لأن يعني الزيادة في هذه الغازات ساهمت في الرفع من سمك طبقة الانحباس الحراري، وبالتالي إذا أصبحت تشكل خطرا كبيرا على كوكب الأرض.
ولهذا إذن هنا دعا هذا المؤتمر إلى ضرورة خفض هذه الغازات، خاصة منها غاز ثنائي أكسيد الكربون CO2. ثم لدينا كذلك المؤتمر الرابع أو القمة الرابعة، مؤتمر جوهانسبورغ بجنوب إفريقيا من 26 أغسطس إلى 4 شتنبر سنة 2002، وهذا المؤتمر يسمى بقمة الأرض الثانية، يعني بعد قمة الأرض الأولى التي كانت سنة 1992 بريو دي جانيرو بالبرازيل. إذا جاءت هذه القمة حول الطاقة وتغير المناخ، لأن أكيد الجانب الطاقي يعني الموارد الطاقية لها تأثير كبير جدا على مستوى المناخ، وجاءت كذلك من أجل وضع خطة شاملة بشأن تحقيق التنمية المستدامة. إذن هذه بعض النماذج فقط للمؤتمرات الدولية التي عقدت تحت إشراف هيئة الأمم المتحدة حول البيئة وكذلك تحقيق مبدأ التنمية المستدامة. لدينا كذلك مؤتمرات أخرى، نموذج كذلك مؤتمر قمة الأرض الثالثة بريو دي جانيرو كذلك بالبرازيل سنة 2012. لدينا كذلك مؤتمر آخر عقد في المغرب، اللي هو مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ كوب 22، إذن ما بين 27 نوفمبر سنة 2016، وكذلك جاء من أجل أهمية تخفيض غازات الانحباس أو الاحتباس الحراري. إذن ننتقل للنشاط الثاني ضمن المقطع التعلمي الأول، إذن بعض القوانين المغربية لحماية البيئة. إذن بعد تطرق القوانين التي كانت أو المؤتمرات التي كانت على مستوى صعيد المجال العالمي، ننتقل هنا إلى المجال المغربي. كذلك بالنسبة للمشرع المغربي أولى عناية خاصة بالمجال البيئي، والشيء الذي يدل على ذلك هو الترسانة القانونية التي تتوفر عليها الدولة المغربية في هذا المجال. إذا لدينا بعض نماذج القوانين المغربية لحماية البيئة، إذا من أهمها قانون رقم 1103 في 12 ماي سنة 2003، ويتعلق كذلك بحماية واستصلاح المجال البيئي. اهتم كذلك بحماية الغابات وحسن استغلالها، بحكم أن الموارد الغابوية أو الغطاء النباتي له علاقة كبيرة جدا بالموارد الطبيعية الأخرى، وبالتالي إذا ما حافظنا على الموارد الغابوية سوف نحافظ مثلا على الهواء، سوف نحافظ كذلك على التربة، سوف نحافظ على الماء إلى غير ذلك. لدينا كذلك قانون آخر، قانون الماء رقم 95 سنة 1995، إذن من أجل كذلك حماية الموارد المائية كمورد طبيعي وكمورد بيئي، يهم إذا الحفاظ على الموارد المائية وتدبيرها بشكل معقل. كذلك استغلال، كذلك منع الاستغلال العشوائي للمياه وترويتها. لدينا قانون ثالث، اللي هو قانون رقم 1309 في 25 يناير سنة 2016، وهذا القانون يتعلق بالطاقات المتجددة، يعني الطاقة الحرارية أو الشمسية، الطاقة الريحية، الطاقة الكهرومائية. إذا المحافظة على البيئة عن طريق الحد من الغازات الدفيئة وتخفيف الضغط على الغابات، لأنه نعلم على أن الطاقات المتجددة عكس الطاقات الغير المتجددة هي طاقات صديقة للبيئة، وبالتالي إذا تقلص من نسبة انبعاث الغازات الدافئة في الجو التي تسببها الطاقات الأحفورية والطاقات الغير متجددة. لدينا كذلك قانون آخر تحت رقم 99-12 في 6 مارس سنة 2014، هذا القانون يعتبر
بمثابة ميثاق للبيئة وكذلك التنمية المستدامة. إذا كذلك جاء من أجل حماية البيئة من التلوث بمختلف أشكاله، ثم كذلك تعزيز حماية الموارد البيئية، يعني الموارد الطبيعية، الماء، التربة، الهواء، الغطاء النباتي إلى غير ذلك، وتدبير استعمالها بشكل مستدام. كذلك هنا فقط بعض نماذج القوانين التي تم إعلانها من طرف الدولة المغربية للحفاظ على البيئة، هناك كذلك قوانين أخرى. ننتقل للمقطع التعلمي الثاني، بعض التدابير التقنية للحد من أضرار البيئة. النشاط الأول، بعض التدابير الوقائية للحد من تلوث الهواء أو التلوث بواسطة الغازات. إذا بعد تطرق التدابير القانونية التشريعية، إذا هنا تدابير تقنية. إذا فيما يخص التدابير الوقائية للحد من تلوث الهواء تقنيا، إذا لدينا مجموعة من التدابير، من أهمها التقليص من استهلاك الوقود الأحفوري. الوقود الأحفوري يعني الطاقات الغير متجددة، طاقات البترول والغاز الطبيعي وكذلك الفحم الحجري، وذلك للحد من انبعاث غازات الانحباس الحراري. يعني هنا يمكن لنا أن نعوض الطاقات الأحفورية أو الطاقات الغير المتجددة بالطاقات المتجددة اللي كما أشرنا إليها في السابق، اللي هي الطاقة الحرارية، الطاقة الريحية، الطاقة الكهرومائية، لأنها كما قلنا سابقا أنها طاقة محافظة على البيئة وصديقة للبيئة. لدينا كذلك إبعاد الأنشطة الصناعية عن مراكز المجالات الحضرية وعن الأراضي الزراعية وإحاطتها بأحزمة خضراء، لأننا نعلم على أن الأنشطة الصناعية تعتبر من بين أهم الأنشطة الأكثر تلويثا على مستوى صعيد المجال العالمي، سواء النفايات الغازية أو النفايات كذلك الصلبة وكذلك حتى أحيانا النفايات السائلة، ولهذا يجب إبعادها عن المجالات الحضرية وكذلك عن الأراضي الزراعية، إذا لتجنب تلويثها وإحاطتها بأحزمة خضراء، إذا عن طريق إقامة غطاء نباتي يحيط بهذه الأنشطة، لأننا يعني نعلم الدور الكبير الذي يلعبه هنا الغطاء النباتي في المحافظة على البيئة، من خلال إذا امتصاص غاز ثنائي أكسيد الكربون وطرح الأكسجين. لدينا كذلك الحد من التجارب النووية ومراقبتها للوقاية من الانفجارات النووية، الإشعاعات النووية التي يمكن أن تنقلها الرياح إلى مناطق شاسعة، وبالتالي يكون لها تأثير كبير جدا على مستوى الجانب البيئي بصفة عامة. ننتقل للنشاط الثاني ضمن المقطع التعلمي الثاني، الإجراءات التقنية لمعالجة النفايات الصلبة والسائلة. من بعد التطرق للتلوث، التلوث يعني الهواء التلوث بواسطة الغازات، هنا لدينا التلوث بواسطة النفايات الصلبة وكذلك النفايات السائلة. إذا فيما يخص النفايات الصلبة، إذا يجب معالجتها، جمع النفايات الصلبة المنزلية والصناعية والطبية في مطارح خاصة، يعني لا يجب أن تكون لدينا مطارح عشوائية، مطارح خاصة إذا خاصة بجمع هذه النفايات بشكل منظم. كذلك القيام بفرز النفايات حسب طبيعتها، إذا لدينا مثلا الزجاج، الكرتون، البلاستيك إلى غير ذلك، ثم لدينا إعادة تدوير واستعمال هذه النفايات، إذا بعد عملية تصنيعها، وبالتالي يمكن أن نستفيد من هذه النفايات من جديد. لدينا كذلك معالجة النفايات السائلة، إذا عن طريق تهيئة قنوات الصرف الصحي وصيانتها، إذا الخاصة بنقل هذه النفايات السائلة. كذلك إنشاء أحواض لجميع المياه المستعملة وتجنب صرفها في مجاري الأودية والأنهار والبحر. إذا إنشاء أحواض خاصة بجميع مياه الصرف الصحي، والعمل على تجنيب، نعم، إذا تجنيب تفريغها في المجاري الأودية والأنهار الرئيسية وكذلك في البحر. لدينا كذلك إنشاء محطات لتصفية ومعالجة هذه المياه
العادمة أو المياه المستعملة والاستفادة منها، إذن عن طريق عملية إعادة استعمالها مثلا في السقي. إذن هنا لدينا رسم تخطيطي لعملية تدوير النفايات الصلبة، إذن والتي تمر من مجموعة من المراحل. المرحلة الأولى الانتقاء في المنزل، ثم كذلك جمع ونقل هذه النفايات من طرف الأجهزة المسؤولة عنها، ثم مرحلة استقبالها في مراكز الانتقاء، ثم معالجة في المعالجة عفوا في مركز الانتقاء. إذن هنا لدينا انتقاء أولي يدوي، إذن مثلا بعض النفايات التي يمكن الاستفادة منها ونفايات أخرى لا يمكن الاستفادة منها، تعتبر كمطروحات. ثم انتقاء كذلك ميكانيكي، إذن هنا لدينا أجسام مسطحة، لدينا إذن كذلك المواد التي يمكن الاستفادة منها، إذن كاين مواد صلب كذلك مواد أخرى، ألمنيوم، بلاستيك، معلبات مختلفة إلى غير ذلك. وبالتالي إذن تلفيف ونقل هذه المواد إلى المصانع المتخصصة قصد عملية إعادة تدويرها وبالتالي إعادة الاستفادة منها. هنا لدينا كذلك رسم تخطيطي لمحطة معالجة المياه المستعملة، إذا عن طريق إقامة محطة إقامة أحواض للتجميع سواء المياه المنزلية المستعملة أو كذلك المياه ديال الأنشطة الاقتصادية الفلاحية والصناعية. إذا الترشيح الأول إزالة النفايات الكبيرة النفايات الصلبة، وبالتالي يتم الذهاب بها إلى المطارح. ثم النفايات بالنسبة للنفايات السائلة، مرحلة الترشيح الثانية إزالة النفايات الصغيرة، ثم كذلك الترشيح البيولوجي، إذا معالجة الوحل للاستعمال الفلاحي كأسمدة، ثم التعقيم ويمكن الاستفادة منها في عملية الصنع. ننتقل للنشاط التعلمي الثالث ضمن المقطع التعلمي الثاني، بعض التدابير التقنية لمكافحة التصحر. قلنا في السابق بأن التصحر يعتبر كذلك من بين المخاطر التي تهدد البيئة. إذا من بين أهم التقنيات التي يمكن توظيفها لمكافحة التصحر بناء المدرجات فوق السفوح الجبلية الشديدة الانحدار للحد من التعرية المائية والانجراف، لأن يعني الانجراف جرف مكونات التربة سواء المعدنية أو العضوية، وبالتالي يصبح الوسط غير صالح للاستغلال، وبالتالي نقول بأنه تعرض لظاهرة التصحر. إذا هنا بناء المدرجات قصد تكسير الانحدار وتقسيمه إلى مجموعة من الانحدارات وبالتالي تخفيف درجة الانحدار، وبالتالي هنا يمكن تثبيت التربة ومنح المياه إمكانية التسرب نحو الفرشاة المائية الباطنية. النقطة الثانية بناء المصدات في المناطق الصحراوية للحد من التعرية الريحية والترمل. إذا بالنسبة للنقطة الأولى تتعلق بالمناطق التي تتعرض للتعرية المائية والانجراف، إذا النقطة الثانية بناء المصدات في المناطق الصحراوية يعني المناطق التي تتعرض للتعرية الريحية والترمل، لأن يعني الترمل يعتبر مظهرا من مظاهر ظاهرة التصحر. لدينا نقطة أخرى، التشجير وإعادة التشجير لتثبيت التربة. إذا تشجير المناطق التي لم تكن مشجرة من قبل، وإعادة تشجير يعني إعادة تشجير المناطق التي كانت مشجرة من قبل وتعرض غطاؤها النباتي للتدهور. إذا لتثبيت التربة بواسطة جذور الغطاء النباتي وكذلك حمايتها من عوامل المناخ بشكل مباشر بواسطة الأوراق والأغصان، إذا من التساقطات، من الرياح، من الحرارة بشكل مباشر إلى غير ذلك. نقطة أخرى هي تطوير أساليب الري أو السقي كالري بالتنقيط للحد من استنزاف المياه، هذا له دور كبير جدا في الحفاظ على المياه وكذلك في الحفاظ على التربة. إذا في الحفاظ على التربة كيف؟ لأن السقي بالتنقيط يمنح إمكانية تسرب المياه ببطء في مساكات التربة وبالتالي يمكن الاستفادة منها، في حين أن عكسه السقي المكتف يؤدي إلى تملح التربة من خلال غسل التربة والإبقاء على مكوناتها المعدنية، وبالتالي تصبح تربة ذات جودة ضعيفة. إذا هنا لدينا صورة لبعض التدابير التقنية للحد من خطر ظاهرة التصحر. هذه التقنية هي بناء المدرجات فوق السفوح الجبلية الشديدة الانحدارات، كما تلاحظون من خلال هذه الصورة على سفوح الجبال سواء على اليمين أو على اليسار بناء مدرجات، إذن هنا لتكسير الانحدار
وللتخفيف من درجة هذا الانحدار، وتقسيم الانحدار الواحد القوي إلى مجموعة من الانحدارات. وبالتالي هنا نمنح إمكانية لتسرب المياه، مياه التساقطات نحو الفرشات المائية الباطنية، وبالتالي نحد من تعرية وانجراف مكونات التربة، وبالتالي إذا سوف نحافظ على التربة. وهنا تدعم هذه التقنية كذلك بعملية التشجير. إذا الصورة الثانية توضح لنا كذلك هذه التقنية، تقنية بناء المدرجات فوق السفوح الجبلية الشديدة الانحدارات. كما تلاحظون من خلال الصورة، إذا هذه التقنية تتم بواسطة الأسوار أو الأشرطة الحجرية. هنا لدينا التقنية الأخرى الخاصة بالمناطق الصحراوية، إذا بناء المسطات في المناطق الصحراوية. إذا تتم هذه العملية بواسطة أغصان النباتات الجافة خاصة النخيل. إذا قصد الحد من زحف الرمال نحو المناطق الصالحة لممارسة النشاط الزراعي اللي هي المناطق الواحية. هنا لدينا صورة أخرى، إذا تبين لنا عملية السقي بالتنقيط أو الجوتا جوت، قطرة قطرة. إذا ختاما، يحتل مجال البيئة والتنمية المستدامة مكانة بارزة لدى المنتظم الدولي، وذلك من خلال الإجراءات والتدابير المتخذة للحفاظ عليها. لكن يجب تكثيف الجهود وتعزيز التعاون الدولي قصد التصدي للمخاطر التي تواجهها. إذن شكرا على حسن إصغائكم، وإلى اللقاء في درس قادم إن شاء الله.